مرحبا بكم في حوارية الليلة، معكم آزم علي ونناقش فيها تكالا يقبل وعقيلة يرفض وحماد قبله وحفتر ودبيبة لم يرحبا. مبادرة باتيلي لجمع القادة الخمسة تأخذ منحا تصعيديا وترتطم بأطراف الأزمة، فرئيس البرلمان يقول إن حكومته ممثلة لليبيا في المحافل الدولية، ورئيس الأخيرة يرفض مشاركة حكومة الوحدة والرئاسي في الحوار، وكل يتحدث عن الشرعية، فأي حلول لأزمة يرفض أصحابها الحوار؟ ثم هل يعلم قادة ليبيا بانقسامها فعلا؟ نناقش ذلك في حوارية الليلة عقب ساعة إخبارية مفصلة تتابعون عناوينها مع مروة العيش. شكرا لك آزم. وفي عناوين هذه الليلة، خلال جلسة للنواب عقيلة يقول إن حكومة حماد هي الشرعية، والأخير يتهم باتيلي بعدم المهنية في تعامله مع الأزمة. المبعوث الأممي يقول إن مشكلة ليبيا تكمن في عدم وجود جيش وطني حقيقي، ويؤكد انتشار المرتزقة في جنوب البلاد. ولإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن الرهائن، الخارجية القطرية تعلن رسميا تمديد الهدنة في غزة ليومين إضافيين. تتابعنا في نقطة نقاش. للحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين، بلدية يفرن تعلن بدء تنفيذ مشروع إنارة الطريق الجبلي من وسط المدينة حتى بوابة بير عياد. مشروع الإنارة التي تشرف عليه الشركة العامة للكهرباء يضم أيضا طريق تاغمة بمفترق وادي الإثل وبمسافة تقدر ب 32 كيلومترا. فما هي المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، وإلى أين وصلت جهود شركة الكهرباء في إضاءة الطرقات؟ وفي جولتنا الليلة جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، نتعرف على عناوينها مع الزميلين حمزة قديش ومازر جوبا. تفضل. شكرا لك. وفي جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، مع انطلاق أعمال مؤتمر وزراء عمل دول الساحل والصحراء بطرابلس، العابد يكشف للأحرار مساعي الحكومة لتنظيم وجود العمالة في ليبيا. وتتابعون معنا في الجولة الرياضية لهذه الليلة، ملعب جميل مسرحا لديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس مساء الثلاثاء في قمة الجولة الرابعة. كانت هذه عناوين الليلة، معنا فألقاكم على رأس الساعة المقبلة. أهلا بكم إلى التفاصيل، حيث قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح موجها كلامه للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قال إن الحكومة الشرعية في ليبيا هي الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب. من جانبه اعتبر رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد تعامل باتيلي مع الأزمة الليبية بغير المهنية. في أول موقف لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح من مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وصف صالح حكومة حماد المكلفة بالحكومة الشرعية. إشارة عقيلة هذه التي اعتبرها بعض المراقبين محاولة لعدم القبول ضمنيا بوجود رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة المعترف بها دوليا كطرف في الحوار ومن بين الأطراف الخمسة الأساسية التي يستهدفها باتيلي في مبادرته السياسية الأخيرة. إشارة أخرى تبدو بعيدة عن مبادرة باتيلي أطلقها عقيلة صالح بلقائه بالسفير الألماني لدى ليبيا، حيث ناقش الجانبان المساعي الرامية للوصول إلى حوار ليبي ترعاه الأمم المتحدة. تصريح تكتيكي آخر أطلقه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد عبر وصفه لتعامل باتيلي مع الأزمة الليبية بشكل غير مهني، كما دافع حماد في كلمته أمام البرلمان عن قوات حفتر التي كانت في مرمى نيران تصريحات باتيلي الأخيرة، الذي يرى فيها أن المشكلة في ليبيا هي عدم وجود جيش وطني يمكنه السيطرة على البلاد. وفي الوقت الذي أعلنت فيه بعض الأطراف السياسية عن ترحيبها بمساعي المبعوث الأممي تجاه حلحلة الانسداد السياسي الحالي في البلاد، تستمر أطراف أخرى في الاكتفاء بالصمت والمراقبة،
فيما يبقى الناخب الليبي وحيداً ينتظر اليوم الذي يتوجه فيه لصناديق الاقتراع ليختار من يحكمه بشكل ديمقراطي وشفاف. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي محمد محفوظ. أهلا وسهلا بك سيد محفوظ. إذا عندما يقول عقيلة لباتيلي إن الحكومة المكلفة هي الحكومة الشرعية، وتزامن ذلك مع دعوة باتيلي رئيس مجلس النواب مع أطراف أخرى إلى طاولة خماسية، كيف يمكن أن نفهم هذا التصريح؟ طبعا مساك سادة مروة وللسادة المشاهدين الكرام. هناك تساؤل أعتقد أنه جدير اليوم بأن يسأل، وأعتقد أننا نحتاج إلى إجابة حقيقية عليه. هل باتيلي قبل أن يطرح هذه المبادرة هل تحصل على موافقة ولو كانت بشكل أولي من مجلس النواب على هذه المبادرة بحيث أنهم يحضروا، أم أنه مجرد طرح ورقة المبادرة كوسيلة ضغط، أو أنه يعني من باب هذا الذي أمامي وهذا الذي أقدمه تقبل وترفض، تنجح هذه المبادرة أم لا تنجح ليست محل اهتمام بالنسبة للبعثة. وبالتالي من البديهيات أعتقد أنه قبل أن يطرح أي مبعوث مبادرة بين أطراف وبين أطياف متقاسمين للسلطة ومتخاصمين فيما بينهم البعض، أعتقد أن من البديهيات أن يتحصل على موافقة من هذه الأطراف قبل أن يطرح هذه المبادرة وقبل أن يعلنها. وبالتالي هذا التساؤل اليوم نريد الإجابة عليه. إذا كان تحصل على موافقة فلماذا اليوم مجلس النواب يرفض ويتخلى عن هذه الموافقة؟ وإذا لم يتحصل على الموافقة فعلي أساس يطرح مبادرة هناك أطراف ليست قابلة بأن تجلس مع بعضها البعض على الطاولة واحدة؟ أنا أعتقد أن اليوم من الواضح جدا أن الكل يريد أن يضغط عبر الأوراق التي يحملها. بكل تأكيد أنا أعتقد أن مجلس النواب اليوم يمتلك ورقة ضغط قوية سلمها له مجلس الدولة وأعضاء 6+6 من ممثلين عن مجلس الدولة على طبق من ذهب، بدل أن كان مجلس النواب قبل أشهر وأسابيع قليلة هو المعرقل برفضه إصدار القوانين الانتخابية وحديثه على وجوب تعديلات. اليوم مجلس النواب يتحجج بأنه أصدر هذه القوانين كما جاءته من 6+6، وهذا الهدية قد قدمت له من مجلس الدولة على يعني غفلة من رئاسته وأعضائه. وبالتالي هذه الوسيلة وهذه الورقة الضاغطة لمجلس النواب لن يتخلى عليها بسهولة. يريد أن يدخل مجلس النواب هذه الطاولة بشروطه، منها إدخال الحكومة الليبية التي رأسها السيد حماد، ومنها أيضا مسألة التفاوض، القاعدة الأساسية للتفاوض. ربما سيضغط مجلس النواب على أنها تكون القوانين التي تم إصدارها وليست مسودات القوانين التي تم الاتفاق عليها. طيب هل تعتقد أن المبعوث الأممي يمكن أن يستجيب لهذه الضغوطات أو هذه الشروط إذا مضى فيها فعلا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؟ بكل تأكيد باتيلي لا يملك أشياء يستند عليها كي يرفض أو يقبل. لكن كيف يمكن أن يقبل سيد محفوظ؟ أطراف دولية تحدث تحديدا، كيف يمكن أن يقبل باتيلي وهو لا يعترف أساسا بوجود حكومة حماد؟ بالنسبة لا حكومة الوحدة هي الحكومة الشرعية في البلاد، هذا قد يكون تناقض ربما. وشوف هو تحدث، إذا كانت تتحدث على قناعات الرجل فأعتقد أنه التصريحات الأخيرة لجون أفريك تبين أنه هو يرى أنه أساسا حتى مجلس النواب غير شرعي، وكان قد علق اليوم عقيلة على هذا التصريح. ويرى أيضا في الجيش الذي يقود حفتر هو جيش ليس نظاميا، ويرى المجموعات المسلحة تتحكم في المنطقة الغربية. هذه قناعات بالنسبة قناعات شخصية، ولكن إذا ما تحدثنا على الأمر الواقع أساسا ما هو الداعي لوجود طرف عسكري في طاولة؟ إذا كنا نريد أن نتحدث على الشرعية وعلى القانونية، شنو الداعي لوجود حفتر في هذه الطاولة؟ شنو الداعي لوجود الدبيبة في هذه الطاولة طالما أنه المجلس الرئاسي موجود وهو جزء من السلطة التنفيذية وكانوا في قائمة واحدة؟ ولكن عندما يجمع باتيلي هؤلاء الخمسة على الطاولة واحدة ولا يتحدث على قضية أنك شرعي أو أنك غير شرعي، إنما يتحدث على أنه هؤلاء الخمسة، وأنه يرى باتيلي حسب وجهة نظري وأنا أخالفه فيها لأسباب عدة، يرى أن هؤلاء الخمسة هم المتحكمون في المشهد السياسي، وبالتالي من باب الأمر الواقع عليهم أن يجلسوا مع بعضهم البعض. اليوم
تخرج تصريحات من عقيلة تطالب بحكومة السيد حماد في أن تخرج أو تدخل على هذه الطاولة. وأيضا قبل ذلك وبعد ذلك قبل أن أدخل معك الاستوديو أنباء تتحدث أنه أيضا حفتر يشترط جلوس حماد على الطاولة أو ممثلين عن الحكومة المكلفة البرلمان على ذات الطاولة إذا أرادت البعثة له وللممثلين الخاصين به أن يشاركوا. وبالتالي ليس في تقديري ليس أمام بتيري من مفر إلا أن يقبل بهذه الضغوط لأنه لا يملك أوراق أخرى. هذه هي نقطة الضعف اليوم أنه بتيري لا يملك أوراق أخرى، لا يملك خطط بديلة، ولا يملك أسانيد وقوة فاعلة دولية يستطيع أن يذهب إليها في حال تعنت هذه الأطراف. بكل تأكيد رفض هذا في عجالة سيدة مروة، رفض هؤلاء الأطراف الجلوس على الطاولة واحدة سوف يجعل بتيلي في موقف حرج وسوف يضيق الخناق عليه، وبالتالي ليس أمامه من مفر إلا أن يقبل بهذه الشروط. نعم، حكومة الوحدة الوطنية أعلنت أن رئيسها ربما سيوجه كلمة حول التطورات السياسية، ولكن تم تأجيل هذه الكلمة ليوم الغد. ما الذي تتوقع أن يدلي به دبيبة في كلمته يوم الغد سيد محفوظ؟ هو لم يخرج ما يفيد حقيقة سيدة مروة بشكل رسمي على أن الكلمة سوف تتناول مستجدات الوضع السياسي، لكن بكل تأكيد أعتقد أن الحديث اليوم سوف يرتكز على رؤية الحكومة على مسألة الانتخابات وأنهم متمسكون بها وأن الحكومة تشجع على الانتخابات وهذا الكلام الذي نسمعه من ساسة الأمر الواقع جميعهم اليوم صباحا على سبيل المثال. لكن منصة حكومتنا سيد محفوظ تحدثت عن أن هذه الكلمة ستتناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وما تم كذلك ربما إنتاجه أو أعلنت تأجيله. هي المسألة ما كنت أريد أن أقصده سيدة مروة، ليس هناك مصادر رسمية تتحدث عن ماهية هذه الكلمة بشكل أو آخر. جملة المستجدات السياسية بكل تأكيد سوف تكون واردة في الكلمة، ولكن أعتقد أن التركيز سوف يتم الحديث على قبول الحكومة ربما على مبادرة بتيلي وأنها سوف تكون داعمة لها وأنها تدعم المفوضية في العملية الانتخابية وغير ذلك من الكلام. لكن بكل تأكيد أعتقد أن اليوم المسألة لا تتعلق بالحكومة فقط، هي تتعلق بأطراف آخرين. لا نستطيع الحديث على حتى موقف واحد يجمع المجلس الرئاسي مع الحكومة الذين هم في طرف واحد من المفترض، وبالتالي هناك العديد من الصعوبات حتى نستطيع الحديث على نتائج إيجابية. الكل اليوم يتحدث بشكل أو آخر بشكل علني على أنه سوف يدعم الانتخابات، أنه سوف يكون معول إيجابي لها، ولكن في حقيقة الأمر لا أظن أن هؤلاء الأطراف الخمسة يرغبون في هذه العملية الانتخابية وأنهم سوف يضعون الحلول لمعالجة هذا العراقيل. وصلت الفكرة. وسوف أستدل على تصريح السيد الكوني قبل أيام في المؤتمر الذي عقده المركز الليبي كان واضحا في هذا الأمر. نعم، واضح. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي محمد محفوظ، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه اتفق مع وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف على ضرورة انخراط القادة الليبيين في معالجة القضايا الخلافية بهدف المضي قدما نحو إجراء الانتخابات. وأضاف باتيلي خلال زيارة للجزائر التقى خلالها عطاف الاثنين أنه شارك المسؤولين في الجزائر تقييمه لسير العملية السياسية في ليبيا وتبادل معهم وجهات النظر حول جهود المصالحة الوطنية وقضايا أخرى. إذا وقال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إن المشكلة في ليبيا هي عدم وجود جيش وطني يمكنه السيطرة على البلاد، حيث تهيمن الميليشيات في الغرب وتعمل قوات حفتر في الشرق بينما ينتشر المرتزقة في الجنوب. هذا وأوضح باتيلي في حوار مع صحيفة جان أفريكا الفرنسية أنه قام بجولة في مارس الماضي في السودان وتشاد والنيجر جرى فيها اعتماد خطة عمل مع هذه الدول لإعادة المجموعات المسلحة التابعة لها التي تقاتل في ليبيا. مباحثات ومشاورات ومن ثم مبادرات، الخط الزمني والجهود المتكررة من المبعوث الأممي تتطلب ربما بعد نحو عام من توليه توصيفات مختلفة ليس لصحيفة محلية أو إقليمية
الحديث لصحيفة غربية يثير الشهية ربما لتسمية الأشياء بمسمياتها. استفاض المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بالحديث لصحيفة جون أفريك الفرنسية عن أبعاد الأزمة في البلاد. الواقع السياسي صعب ولا يقل صعوبة عنه الواقع الأمني. تهيمن الميليشيات في الغرب وفي الشرق بلفظ باتيلي يوجد جيش لخليفة حفتر فقط. أصل العلة وفق قوله هي عدم وجود جيش وطني في البلاد. فهل أخطأ المبعوث الأممي؟ لم يشهد باتيلي الحرب على طرابلس عام 2019 وكيف بدأت، والأمين العام للأمم المتحدة داخل العاصمة، لكنه بالضرورة عاين دمارها وعلم بسقوط آلاف الضحايا ونزوح الآلاف وفقد المئات. لم يكن على رأس عمله حين منعت قوات حفتر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة من دخول بنغازي بعد نحو شهرين فقط من الاعتراف به دوليا ومنحه الثقة من مجلس النواب. لم يكن باتيلي في ليبيا حين قتلت البرعاصي وغيبت سيرجيوا، لكنه شهد خلال هذا العام ذكرى مرور السنوات على هذه الجرائم. اطلع باتيلي بالتأكيد على تقارير خبراء الأمم المتحدة التي تتحدث عن التغييب في السجون دون محاكمة وانتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين. هل أخطأ المبعوث الأممي؟ كان هناك بعد كارثة الفيضانات التي خلفت آلاف الضحايا، ورأى كيف شددت القبضة الأمنية وكيف عطل إدخال المساعدات لنحو 3 أيام. شهد بالطبع قطع الاتصالات عن درنة ومحاولة الهيمنة الإعلامية عليها. لم يكن في بنغازي، لكنه تابع كما الجميع هجوم قوات حفتر على وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغاثي واعتقاله مع رفاقه. تابع التهديدات الدموية للمدنيين والتعتيم الإعلامي وقطع الاتصالات عن المدينة. علم بكل تأكيد مقتل نجل البرغاثي بعد 2 أسبوع من اعتقاله. فهل أخطأ باتيلي؟ يتنقل بين الشرق والغرب، لكنه ينظر إلى الجنوب الذي يقول حفتر إنه يسيطر عليه، فيراه يعج بالمرتزقة الروس ومقاتلين من تشاد والنيجر والسودان. ربما يتساءل بعد كل هذا عن عدم مساءلة الرجل وعدم استجوابه من مجلس النواب الذي عينه بمنصب أطلق عليه قائد الجيش الوطني. علم باتيلي بالتأكيد أن هذا ضرب من المستحيل مع رجل يظهر الآن مع أبنائه كزعماء عسكريين للمنطقة الشرقية. فهل أخطأ المبعوث الأممي؟ اختار التوصيف هنا، لكنه للمفارقة يدعو الرجل إلى المبادرات السياسية مع بقية الأطراف. يراهم جميعا رغم ذلك بأنهم لا يريدون حل الأزمة والذهاب للانتخابات. يعلم باتيلي أنه على رأس المتناقضات، فيختم أنه تولى أسوأ وظيفة في العالم. تمر اليوم الذكرى 4 لتوقيع مذكرتي التفاهم بين طرابلس وأنقرة والمتعلقتين بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين وتحديد مجالات الصلاحية البحرية لحماية حقوق البلدين في المياه الدولية وفقا للقوانين. وتهدف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بحسب نصها إلى حماية الحقوق السيادية للبلدين في شرق البحر المتوسط وتحقيق مكاسب لكلا الدولتين. هذا وصدق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الاتفاقية عام 2020. أعلنت دولة قطر تمديد اتفاق الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي ليومين إضافيين. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن تمديد الهدنة الإنسانية يأتي من أجل إدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن والأسرى، وذلك ضمن جهود الوساطة المستمرة التي تقوم بها الدوحة، مشيرا إلى وجود رسائل إيجابية من الطرفين لتمديد الهدنة. كما عبر الأنصاري عن أمل دولة قطر في أن تفضي الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وحقن دماء المدنيين.
هذا وشدد المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية بحكومة الوحدة طاهر البعور على ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق نار مستدام بقطاع غزة. وأكد البعور في كلمته باجتماع الاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد بمدينة برشلونة الإسبانية، أكد أهمية سرعة تقديم المساعدات الإنسانية ومن ثم الحديث عن وقف إطلاق النار الدائم، مضيفا أن الهدنة المؤقتة ليست حلا كافيا وأن الإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال على الفلسطينيين تمثل عارا على المجتمع الدولي. بدورها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس قائمة أسماء 33 طفلا من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال ضمن الدفعة الرابعة من اتفاق الهدنة. هذا وضمت القائمة المعلنة أسماء 3 نساء من جنين والقدس إلى جانب 30 طفلا من القدس ومدن الضفة الغربية، وذلك مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين من الإسرائيليين لدى الحركة وفقا لتصريحات عضو المكتب السياسي خليل الحية. إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 15,000 شهيد رغم سريان الهدنة المؤقتة، بينهم أكثر من 6,150 طفلا وما يزيد عن 4,000 امرأة. ونوه المكتب الإعلامي إلى استمرار وجود ما يقرب من 7,000 مفقود تحت الأنقاض، بينما ارتفع عدد المصابين ليكسر حاجز 36,000 3/4 من الأطفال والنساء. أما الآن مشاهدينا فإلى جولتنا في الأخبار الاقتصادية والزميل حمزة قديش. تفضل حمزة. شكرا لك مروة. انطلقت في العاصمة طرابلس أعمال مؤتمر وزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء برئاسة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة وبحضور 20 من ممثلي الدول العربية والإفريقية ومبعوث الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا. ودعا دبيبة الدول الأعضاء إلى إعادة مقر تجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس والعمل على تسهيل حركة الاستثمار وإزالة العراقيل وتوظيف القوى الشبابية لدول الساحل والصحراء للدفع باقتصادها. ويناقش المؤتمر على مدار اليوم وغدا تنظيم سوق العمل وتوسيع الشراكة الاقتصادية وأمن الحدود وملف الهجرة غير الشرعية. من ناحيته، أشار وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا إلى أن أساس دعوة المؤتمر هو النظر في تأثير ملف الهجرة الاقتصادي وعدم تحميل ليبيا المسؤولية كونها دولة عبور وليست دولة مصدر. العابد وفي تصريحاته للأحرار قال إن ملف الهجرة يواجه ليبيا في المحافل الدولية ويعرقل مساعي تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددا على ضرورة أن تتعاون دول التجمع مع ليبيا لتجاوز هذه العراقيل. هذا وأضاف العابد إلى أن ليبيا تسعى إلى تنظيم تواجد وتنقل اليد العاملة بشكل شرعي، وذلك عبر إصدار التأشيرات والخروج والعودة واستئناف النقل الجوي بين ليبيا ودول التجمع. وأوضح وزير العمل إلى أنه بمجرد توقيع الاتفاقات مع دول العمالة سيتم فرض رسوم الضرائب والخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي، مشيرا
إلى أن الأهمية التي يشكلها العمال الأجانب في الاقتصاد الليبي خصوصا في مجالات البناء والمقاولات والصيانة. تحت شعار بحر متوسط آمن وجنوب مستقر، انطلقت بالعاصمة طرابلس أعمال مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء، والذي افتتحه رئيس حكومة الوحدة الوطنية وحضور الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء وسفراء دول الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة بملف الهجرة. اليوم وزراء العمل تحديدا نحن نريد معالجة سوق العمل والهجرة والتدفق في العمالة، واليوم استدعينا الأخوة في أوروبا والسفراء ورئيس أو مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا لنريد توصيل رسالة نحن متحدون في بلدان الساحل والصحراء، وبعون الله نسعى لإعادة مقر الساحل والصحراء إلى مقره الأصلي وهو طرابلس. المؤتمر الذي يعقد ليومين بحث وضعية البطالة في الدول الأعضاء والحلول المقترحة من كل دولة، وتبادل الخبرات في هذا الشأن، وبحث إمكانية إنشاء آلية لتبادل المعلومات والبيانات والأبحاث بين الدول الأعضاء من خلال إنشاء مركز العمل والتأهيل التابع للتجمع. كما تعلم أن أغلبية العمالة موجودة في ليبيا من هذه الدول، احنا اليوم في هذا اجتماعنا سوف نضع المسؤولية على وزراء هذه الدول المعنيين بالعمل لكي يكونوا في المستوى ولكي يمثلوا بلادهم ويتحملوا المسؤولية مع ليبيا. في النهاية هذه العمالة عمالة تحتاج لتنظيم، تحتاج لتعطير، تحتاج أيضا لعقود عمل، تحتاج أيضا لخروج وعودة. المشاركة المميزة للوفود في هذا المحفل الأفريقي يعكس اهتمام هذه الدول بالقضايا المشتركة، ويؤكد تعافي ليبيا وعودتها لدورها الإفريقي والإقليمي وجهودها في التعاون مع الدول الإفريقية في معالجة القضايا المشتركة. وصلت الأسعار الرسمية لصرف الدولار انخفاضها في افتتاح تداولات الأسبوع اليوم الاثنين، وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن سعر صرف الدولار سجل 4.823 دنانير، في حين ارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.283 دنانير، بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 6.085 دنانير. هذا وانخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية الاثنين إلى 5.960 دنانير، ووصل سعر صرف اليورو إلى 6.410 دنانير، بينما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 7.400 دنانير. قال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار أن محكمة استئناف باريس قضت ببطلان آخر الحجوزات بموجب حكمين صادرين خلال شهر نوفمبر الجاري. وأضاف الجريو في تصريحات للأحرار إلى أن الأحكام الجديدة تعطي مؤسسة الاستثمار الفرصة لاستثمار أصولها ووضعها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة قبل إحالتها للجنة العقوبات الدولية، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2701 للعام الجاري. طلب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة معالجة أسباب ارتفاع المخصصات المالية لشراء المحروقات في العام الماضي، بالإضافة لوضع ضوابط لضمان وصول الوقود إلى المواطنين. مطالب دبيبة جاءت خلال اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة آليات سداد المحروقات ووضع منظومة لتنظيم توزيع الوقود في البلاد، حيث بحثت اللجنة دراسة زيادة في كميات المحروقات المحالة من مؤسسة النفط إلى شركة الكهرباء وشركات توزيع الوقود وأسباب الزيادة في الطلب على البنزين والديزل، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات المواصلات والداخلية والاقتصاد وشركة البريغا لتسويق النفط. بحث وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك الأحد في طرابلس مع سفير ألمانيا في ليبيا ميخائيل إنماخت الخطط الحكومية الليبية في تطوير المالية العامة. الاجتماع تطرق كذلك إلى مساعي حكومة الوحدة في التحول الرقمي وبناء الميزانيات العامة وتوزيعها على المستوى المحلي والاستفادة من دعم المؤسسات الاقتصادية الألمانية في دعم هذه المشاريع، بالإضافة إلى بحث إمكانية عودة الشركات الألمانية للمساهمة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار وبناء جسور التعاون بين البلدين. اختتمت بمدينة بنغازي فعاليات ملتقى ومعرض بادر المستدام السنوي حول ريادة الأعمال بحضور عدد من رواد أعمال وأصحاب المشاريع الصغرى وكذلك المتوسطة. الملتقى الذي نظم في مقر غرفة التجارة والصناعة ببنغازي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال المستدامة في ليبيا ومناقشة التحديات والفرص التي تواجهها.
بادر هذا داعم لكل المشاريع الناشئة الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، تلقى دعم كبير من الحقيقة من مجلس البلدي بنغازي ورعاية الغرفة زي ما قلنا وجمعية الغرفان، تلقى الكثير من الدعم في نسخة الثانية اليوم بادر برعاية الدولة. النسخة السابقة كان برعاية الشركات الخاصة ورجال الأعمال. شاركتي باسم مشغل الأعلام الليبية للحياكة والتقريز والتدريب. المشغل الحمد لله عنده صدى في تصنيع الملابس الليبية بصفة عامة، سواء كانت للنساء ولا الرجال والأطفال والزي المدرسي واليونيفورم متاع الجهات العمل، سواء كانت مولات ولا كانت محلات. أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن جدارة وصول إنتاج النفط الخام في البلاد إلى نحو 1,295,000 برميل يوميا. وأوضح بن جدارة في مقابلة مع الوسط أن هدف المؤسسة الوصول إلى معدل إنتاج يصل إلى 1,300,000 برميل يوميا بنهاية العام الجاري. وأضاف بن جدارة أن المؤسسة تسعى إلى رفع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى نحو 2,000,000 برميل يوميا خلال الخمس سنوات القادمة، موضحا أن المؤسسة بحاجة إلى نفقات تشغيلية بقيمة 5 مليارات دولار في السنة الواحدة وفق قوله. ختام جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن إلى مروة. شكرا لك حمزة. شكرا لك. شرع المجلس البلدي يفرن في تنفيذ مشروع إنارة الطريق الجبلي بداية من بوابة بئر عياد حتى مركز المدينة، بالإضافة إلى إنارة طريق تاغمة تحديدا من مفترق وادي الأثل بمسافة 32 كيلومترا. ويأتي مشروع إنارة الطريق ضمن مجموعة من المشاريع التي تقدم بها المجلس البلدي يفرن للشركة العامة للكهرباء وتمت الموافقة عليها، حيث تضمنت أيضا تغذية آبار مياه منطقة الإشفارة بالكهرباء والتي سينطلق العمل بها خلال الفترة القادمة. أهمية ممتازة جدا جدا، لأن أنت تعرف أن المنطقة منطقة جبلية، منطقة فيها ضباب، ومنطقة يعني رطوبة في وقت الشتاء تكون هلبة عالية. الكواشف هذه والإنارة مهمة جدا، الآن أصبحت مهمة وخاصة في المناطق الجبلية هذه. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من يفرن عضو مجلس بلدية يفرن سعيد بوقصيعة. أهلا وسهلا بك سيد سعيد. بداية، هل بدأ فعليا العمل على مشروع إنارة الطريق الجبلي؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. نحييك أختي الفاضلة، ومن خلالك نحيي كل العاملين بقناة ليبيا الأحرار. أيضا التحية موصولة إلى كل متتبعيكم داخل الوطن وخارج الوطن، شكرا على إتاحة هذه الفرصة. طبعا هذا المشروع الطموح اللي كنا نتمناه من سنوات طويلة جدا، خصوصا أن المنطقة جبلية ومعروفة يفرن بالضباب، خصوصا مدينة يفرن للنظر لارتفاعها، يعني هي تعاني طول فترة الشتاء من الضباب واللي هو يعني تنعدم الرؤية نهائيا. فالآن يعني جزء من خطة المجلس البلدي في ملف الكهرباء هي هذا المشروع اللي انطلق الآن من فعليا. طبعا تقريبا المشروع بدا من بوابة بئر عياد في شليون يفرن واحد الى وسط المدينة، يعني الآن تقريبا 8 كيلومتر الاولى يعني تم تركيب حتى الأعمدة، والآن اليوم انا كنت في زيارة الموقع، يعني حتى الكواشف بدأ العمل على تركيبها في الجزء السفلي. الجزء العلوي طبعا هناك اكيد دائما في صعوبات كل ما نصعد الى الجبل، ولكن العمل يسير على وتيره جيده والحمد لله. هذه بادره طيبه من الشركه العامه للكهرباء، يشكر عليه كل العاملون في شركه الكهرباء على راسهم الدكتور محمد على تجاوبه معنا. طبعا هذا احد المشاريع. ايضا المشروع، طيب سيد سعيد، هذا المشروع متى من المفترض ان ينتهي؟ يعني كم المده التي سيحتاجها حتى الاكتمال؟ تقريبا شليون يفرن واحد وشليون اثنين مش حيتعدى يعني بالكثير، يعني مش حيفوت 15-12 حيكون الإنارة والعة بإذن الله. بعدين بينطلق المشروع الثاني اللي هو من وسط المدينة إلى مدينة العوينية، أيضا حتى هو مشروع طموح وحيريح خصوصا الطريقة الجنوبية هذه اللي تبدأ من مدينة يفرن إلى مدينة العوينية، هي عليها ضغط كبير باعتبار يفرن هي سنتر الكبير لمنطقة يفرن وكل خمس بلديات. هذه التاريخ يعني مهمة إنارتها إن شاء الله. أيضا بعد انتهاء المشروع هذا على طول بيبدأ المشروع دكاي،
بالإضافة إلى تغذية كما سلفتم في تقريركم اللي هو تغذية أبار جفارة اللي هو يعني بدأت فيه البلدية، الآن الأبار جاهزة وفيها اللي ضخت حتى المية ولكن تحتاج إلى الكهرباء. وعدنا الدكتور محمد بارك الله فيه في آخر اجتماع مع السيد عميد البلدية والمجلس البلدي، وعدنا إنه حيكون من في القريب العاجل في هالأسبوعين حينطلق حتى هو. هذه المشاريع كلها تصب في خانة يعني توفير الخدمات للمواطنين اللي هي سبب وجود البلدية. مشروع الكهرباء طبعا بالإضافة إلى هناك مشروع آخر اللي هو إنارة حفرن ورفع قدرة الشبكة يعني في داخل مدينة حفرن، يعني زي ما نعرفوا سنوات لم يتم تجديد المحولات وهناك زيادة سكانية كبيرة. الآن يعني 4 محولات دخلت إلى المنطقة لزيادة سعة تشغيلية للمنطقة. الإنارة إن شاء الله حتى هي مشروعها ماشي وحينطلق الأسبوع الجاي إن شاء الله واللي بعده. يعني الحمد لله يعني بالإدارة الجديدة لشركة الكهرباء هناك أشياء ملموسة في ملف الكهرباء، بالإضافة إلى ما قبلها من مشروعات اللي هي استكمال 66 داخل بلدية يفرن و 30,000 كيلو فولت في بوابة العياد اللي هي ساهمت في رفع مستوى الجودة الكهربائية داخل يفرن. كنا نعي أن نعاني حتى من التدفئة، لا توجد تدفئة داخل بلدية يفرن نتيجة تذبذب التيار الكهربائي وضعف الجودة، ولكن الآن الحمد لله أصبح الكهرباء وجودها ملموس في مدينة يفرن سواء في الصيف أو في الشتاء. أيضا هناك مشروع آخر طموح ينفذ الآن في الظاهر في مزرعة يفرن في الظاهر اللي هو محطة 220,000 كيلو فولت اللي هي حتساهم في استقرار شبكة الكهربائية في المنطقة، وهذه كلها تشكر عليها الشركة العامة الكهرباء وعلى رأسها الدكتور محمد عمر وي الصداح آخر في هذا الموضوع. احنا موجودين سنكون في متابعة تطورات هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي ستبدأ. شكرا جزيلا لك عضو مجلس بلدية يفرن سعيد بوكسيع على هذه المعلومات، كنت معنا عبر الهاتف من يفرن. أما الآن مشاهدينا فإلى جولتنا في الأخبار الرياضية والزميل مازن رجوبة، تفضل مازن. شكرا لك مروة. يحتضن ملعب أجميل غدا الثلاثاء مباراة ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز. هنا سيكون مسرحا للديربي والذي يجمع الجارين الاتحاد والأهلي طرابلس في قمة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، قمة ستكون محملة بعناوين عريضة والذي يتصدرها العنوان الأبرز هو أكون أو لا أكون. فخسارة الديربي في الجولات الأولى في السابق لا يعني الكثير، ولكن في هذا التوقيت سيعني للاتحاد أكثر من جاري الأهلي. فالاتحاد سيدخل للديربي للمرة الأولى في تاريخه بدون نقاط تذكر في رصيده في جدول الترتيب، مما سيزيد من أولويات الفوز لأبناء باب غشير في اللقاء. أما الأهلي طرابلس والآخر سيبحث من خلال الديربي بضرب عصفورين بحجر واحد، وهو الفوز على الجار الاتحاد والمضي نحو صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط. ديربي الموسم الحالي سيشهد تنافسا بين المدرستين الأكثر حضورا خارج المستطيل الأخضر في دورنا وهي المصرية والتونسية، فمدرب الاتحاد المصري مؤمن سليمان يريد أن يؤمن ممرا آمنا لفريقه والعودة من الجميل بانتصار مهم سيجعل من زملاء العباسي يدخلون للدائرة المنافسة من جديد. وفي المقابل سيبحث المدرب التونسي طارق الجراية رفقة لاعبيه لترقي باب الصدارة من بوابة لقاء ديربي العاصمة. أعلن نادي السوحلي قبل قليل انفصاله عن مدربه الأسعد الشابي وتقييمه المصاحب بعد البداية السيئة للفريق في الموسم الحالي من الدوري الممتاز. إقالة المدرب التونسي تأتي بعد تعرض الفريق للخسارة أمام جاره الاتحاد المصراتي مساء الأحد، وهي الخسارة الرابعة للفريق في الموسم الجديد الذي لم يحصد فيه الفريق أي نقطة رغم التعاقدات الكبيرة التي قام بها السوحلي بغية المنافسة بالمجموعة الثانية. ثمن مدافع فريق النصر محمد أشكربة فوز فريقه على المروج يوم الأحد، خصوصا وأنه جاء على ملعب صعب على حد وصفه. لعبنا على نقاط ضعف نادي المروج وقللنا من نقاط القوة متاعتهم،
والحمد لله يعني خضينا ثلاث نقاط من ملعب صعب ومن نادي المروج بانتداباته القوية. والحمد لله ان شاء الله باذن الله تعالى انتم عارف المباراه لما يكون بعد توقف دولي ان اول مباراه تكون مباراه صعبه، لكن الحمد لله الاهم ثلاث نقاط خذيناها ان شاء الله باذن الله تعالى نستمروا على نفس المنوال وعلى نفس المثابره والعمل. يشارك مدرب الاهلي بنغازي التونسي لسعد الدريدي في دوره الحصول على الرخصه التدريبيه اي برو تحت اشراف الاتحاد الافريقي لكره القدم، الدوره التي انطلقت اليوم في تونس وتتواصل لمده 3 ايام، سيحضرها مدرب وصيف النسخه الماضيه من دورينا رفقه عده اسماء بارزه من المدربين التونسيين على راسهم مدرب نسور قرطاج جلال القادري ومدرب الاهلي طرابلس السابق فتحي جبال ومدرب فريق الاتحاد سابقا ايضا محمد الكوكي. محليا دائما يواصل فريق العروبة بالعجلات تدريباته في معسكره الخارجي بمدينة المهدية بتونس استعدادا لانطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. العروبة صاعد حديثا للدرجة الأولى يخوض برنامجا تحضيريا مكثفا بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية بإشراف المدرب الوطني علي سويسي والمعد البدني حلمي العبدلاوي. قال مدرب المنتخب الوطني المدرسي لفئة الأشبال عبد العزيز القاضي قال بأن المشاركات القادمة ستكون أفضل لمنتخبنا والذي حقق المركز الرابع في نسخة هذا العام والتي استضافتها مصر وانتهت قبل أيام. بإذن الله تكون الاستعدادات في الاحتفالات القادمة تكون استعدادات مبكرة وتكون قائمة على حسب المراكز الرياضيين، أما المعسكرات الداخلية بإذن الله تكون عندنا معسكرات داخلية وبإذن الله نقدم الأفضل بإذن الله إن شاء الله. اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى نهائيات الدورية الإفريقية البال فور لكرة السلة والذي سيقام موسمه الرابع العام القادم في 4 دول مختلفة بحضور ممثل ليبيا فريق الأهلي بنغازي. بطل الدورية الليبي في الموسم الماضي الأهلي بنغازي سيتواجد في المنافسات رفقة 3 فرق عربية وهي الاتحاد المنستيري التونسي والأهلي المصري والفتح الرباطي المغربي، على أن تنطلق المواجهات في شهر مارس من العام القادم في جنوب إفريقيا ثم مصر والسنغال ورواندا على الترتيب. في خبر آخر، تنطلق الثلاثاء البطولة التنشيطية للمناطق لكرة اليد لفئة الكبار بإشراف الاتحاد الليبي للعبة وذلك لاختيار عناصر المنتخب الوطني المقبل على بطولة إفريقيا في يناير المقبل. مدينة بنغازي ستستضيف مباريات المنطقتين 2 و 4 يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، في حين ستقام مباريات المنطقة الأولى في طرابلس يومي الخميس والجمعة تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الذي سيختار نخبة اللاعبين لتشكيل المنتخب المقبل على بطولة إفريقيا والمقررة بالعاصمة المصرية القاهرة في يناير القادم والتي أوقعت قرعتها منتخبنا الوطني بالمجموعة الثالثة رفقة المغرب الجزائر ومنتخب الجابون. أخيرا، افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الشفيع الجوفي مكتب الرياضة فرع ترهونة بعد انتهاء أعمال الصيانة. وزير الرياضة وأثناء تواجده بالمدينة قام بجولة تفقدية لمدرسة الفروسية والمدينة الرياضية وعدد من المؤسسات والأندية الرياضية بترهونة، كما وعد جويفي وضع مدينة ترهونة ضمن المدن المستهدفة بأعمال الصيانة والتطوير خلال الفترة القادمة للنهوض بقطاع الرياضة بالمدينة. استهدفنا مدينة الرياضية ترهونة بمبلغ لا بأس به إن شاء الله ليكون صيانته وترى النور بإذن الله قريبا وتكون معتمدة للعب المحلي والدولي بإذن الله تعالى، أسوة بالمدن الرياضية اللي صيناها في عام 22 وبنفتتحون قريب، نفس البيضة ونفس الخمس ونفس وشفان الزهرة وسابها بإذن الله يرى النور قريبا. هذين الأعمال جارية ونسبة التنفيذ فيه 70-80%. ختام جولتنا الرياضية لهذه الليلة، مرة أخرى أعود إلى مروى إليك. شكرا لك مازن.
قال رئيس لجنة الأزمة ببلدية البيضاء آدم برجعة إن لجنة انتهت من حصر الأضرار المادية التي لحقت بسكان البلدية نتيجة السيول تمهيدا للبدء في تعويضهم. وأكد برجعة في تصريحات للأحرار الاثنين أنهم سلموا تقريرا بالأضرار إلى عميد البلدية الذي سيسلمه بدوره إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتضررين بالبيضة تجاوز 1920 متضررا، بينما بلغ عدد المفقودين 10 أشخاص، فيما بلغ عدد المنازل المتضررة قرابة 1600 منزل، منها 125 دمرت بشكل كامل. في سياق منفصل، اشتكى الهلال الأحمر فرع درنا توقف الدعم والمساعدة من الجهات الحكومية في ظل تواصل عمليات انتشال الجثث مع استمرار استقبال البلاغات. أفاد مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر فرع درنا سالم النعاس بانتشال 4 جثث متحللة من مخازن مصرف الصحارى في منطقة مأهولة بالسكان في المدينة. لقد نجا من مات ومات من نجا، كلمات مكتوبة على ما تبقى من جدران المباني في درنا، ربما من أحد الناجين من الكارثة الذين لم يستفيقوا من هول الصدمة بعد. فيما تتجدد المعاناة في ظل نقص المساعدات والإمكانيات لإدارة تداعيات الأزمة. هنا البحر حيث يختلط الموت بالأمل، الأمل للعثور على جثامين الضحايا من المفقودين ليستطيع ذووهم دفن ما تبقى من أثرهم، حيث تواصل فرق الغطاسين المتطوعين عمليات البحث يوميا في أعماق البحر وفي الوديان الصخرية، لتكون الحصيلة عبارة عن أكياس مليئة بالرفات البشرية والعظام. هذه الأكياس يتم توجيهها لاحقا لفريق هيئة البحث والتعرف على المفقودين لأخذ العينات منها ودفنها تزامنا مع أخذ عينات الحمض النووي من أسر الضحايا، بالإضافة إلى استخراج الجثامين المدفونة وأخذ العينات منها وإعادة دفنها مجددا، ليصل إجمالي عدد العينات إلى 3670 عينة. أما العدد الكلي للجثامين التي دفنت بعد أخذ عينات منها حتى الآن فبلغ 1199 جثمانا. وفيما يتعلق بالدعم والمساعدات الإنسانية، اشتكى الهلال الأحمر فرع درنا توقف الدعم والمساعدات من الجهات الحكومية في ظل تواصل عمليات انتشال الجثث داخل المدينة. كما شدد مدير مكتب الأعلام بفرع الهلال سالم النعاس على أن المدينة منكوبة وتحتاج الكثير للتعامل مع تداعيات الفيضانات، مطالبا الجهات الرسمية بالنظر إليها بعين الاعتبار والإنسانية. المواطنون في درنا يعيشون حالة من الرعب، خصوصا مع دخول فصل الشتاء، فالكثير من النازحين ما زالوا موجودين في المآوي المؤقتة والمدارس مع نقص الغذاء والملبس والدواء. والسؤال هو أين وجهت الحكومة أغلب المساعدات التي أتت إلى درنا خلال الأيام الأولى، وإلى متى سيبقى هذا حال المواطنين الناجين من الكارثة رغم مرور أكثر من شهرين عليها؟ أوفدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة عددا من مسؤوليها إلى دولة الكويت للاطلاع على تجربتها وإدخال موضوعي مكافحة الفساد والجريمة بالمناهج التعليمية. هذا وقالت وكيلة الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود إن الزيارة تأتي ضمن مشروع متكامل تعمل عليه وزارة التربية والتعليم منذ قرابة العامين برعاية مكتب مكافحة الجريمة والفساد بالأمم المتحدة، إلى جانب إطلاع الوفد على برامج وزارة التربية بدولة الكويت، من بينها تعريف التلاميذ بثقافة الادخار وسبل التصرف في مواردهم المالية. احتفلت كلية الطب بجامعة الزاوية بتخريج الدفعة 16 من الأطباء في حفل أقيم بقاعة مركز البحوث الطبية بالمدينة، وذهب الحفل تخريج أكثر من 100 طبيب بعد فترة دراسية امتدت 10 سنوات. نتابع.
وسط حضور كبير من الأهالي والأصدقاء والأقارب، انطلقت مراسم وحفل تخريج الدفعة 16 من طلبة كلية الطب بجامعة الزاوية، حيث حضر الحفل عميد الكلية إلى جانب عدد من الشخصيات المهمة وأعضاء هيئة تدريس الفخريين. أنا جزء من الطبيب خريج من دفعة 16، اليوم نحتفل باختتام البكالوريوس، يعني مرحلة البكالوريوس قدام 10 سنوات 2013، وكنا اختماته في آخر 2023، إن شاء الله تكون يعني بداية مشوار جديد نحو انطلاق الدراسات العليا والمجال المهني والعمل. تخلل الحفل العديد من الفقرات، حيث استعرض الطلاب إنجازاتهم على مدار السنوات العشر الماضية، وتم إلقاء العديد من الكلمات التي أشارت إلى أهمية مهنة الطب ودورهم المستقبلي كأطباء في تقديم الرعاية الصحية وخدمة المجتمع. في ختام الحفل تم توزيع شهادات التخرج على الخريجين وسط فرحة كبيرة من الأهالي، وأشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والطالبات طوال فترة الدراسة، وأكدوا على أهمية دورهم كأطباء مستقبليين في خدمة المجتمع وتحسين الرعاية الصحية في البلاد. سالم القطوس، ليبيا الأحرار، الزاوية. أعلن صندوق التأمين الصحي العام بدء العمل على إدراج المتقاعدين للاستفادة من خدماته، قائلا إن إجمالي المسجلين في الصندوق بلغ أكثر من 150 ألف شخص في عموم البلاد. المزيد في سياق هذا التقرير. شمولية تغطية التأمين الصحي لكافة شرائح المجتمع الليبي وتخفيض مستوى الإنفاق من الميزانية العامة وإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، كلها أهداف ورؤية لصندوق التأمين الصحي العام. إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل مقدمي الخدمة، والحمد لله قد تصل مقدمي الخدمة إلى حوالي 31 مقدم خدمة على مستوى ليبيا من تشريف المناطق والمدن، من بينها أو تصل الصيدليات ممكن لعند 30 أو 35 صيدلية على مستوى ليبيا. مقدمي الخدمة في عبارة عن شبكة طبية كاملة تم إعدادها صندوق التأمين لوصل مقدمي الخدمة للمنتفعين، ربط المصحات والمستشفيات والصيدليات عن طريق بوابة إلكترونية خاصة لوصول الخدمة بأكثر سهولة للمنتفع. الصندوق باشر عمله مبتدئا بشريحة المتقاعدين لظروفهم الصحية، حيث شرع في تجهيز منظومة متكاملة لإدخال بيانات المنتفعين وفتح عشرات نقاط التسجيل إلى جانب تغطية المستهدفين بنسبة 20% سنويا، بحيث تكتمل التغطية خلال 5 سنوات لدى الصندوق. شهادة ميلاد حديثة وشهادة معاش وصورة من الجواز إثبات شخصي اللي هو وتمام، ويجي بعدها يخش على التسجيل نسجلوه إن شاء الله، يسجلوه الشباب وبعد ذلك يخش للتصوير، بعد التسجيل يخش للتصوير يصور ويستلم البطاقة وتمام 100%، وبعد المصحات يمشي المصحات على حسب البلدية، حسب بلدية كمان بلدية أقرب مصحة ليه متعاقدة معنا يقدر يمشي بعدين يدير فيها كشف وتحاليل وياخذ علاجها بعدين والأمور سهلة. مشكلة النقص في الأدوية نتيجة عمليات الشحن، طبعا كل الموردين أدويتهم ضروري تخش بطريقة قانونية وتكون سليم، يعني الشحن بتاعها سليم داخل الدولة الليبية. بالنسبة لعمليات الشحن نحن عارفين أغلب شحن الشركات بتكون بحرية، حتاخذ وقت يعني أطول شوية من الشحن الجوي. في نفس الوقت إجراءات المطابقة والإفراجات الرقابية من قبل مركز الرقابة على الأدوية والأغذية بتاخذ شوي وقت. هذه يعني الإجراءات اللي ضروري من إن احنا نتبعوها أو نعتمد عليها في توريد الأدوية للصيدليات المتعاقدة مع الصندوق. وفق الخطة التي أعدها الصندوق سيتم البدء في شرائح أخرى من المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين الخدمات للمنتفعين عن طريق مزودي الخدمة الصحية من صيدليات ومصحات، مع التركيز في المرحلة الأولى على ذوي الأمراض المزمنة. سنة حبيب، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس. كذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، نترككم الآن مع الزميل آزم علي في حوارية الليلة، دمتم بخير.
أي حل لأزمة يرفض أطرافها الحوار؟ ولماذا يتفاعلون مع المبادرة كأن البلاد غير منقسمة؟ وما مصير مبادرة باتيلي لجمع القادة الخمسة أمام هذا التحفظ والرفض وحتى الصمت المحلي على الرغم من الترحيب الدولي؟ بعد الفاصل.